اجتمع حاضر وماضي فرض يثرب يا حبورة برض طيبة منبع الماضي وحاضرها ثقافة وابتدوا زوارها نقل الحدث صوت وصورة بين بيت الله وأحداث المدينة بالصحافة اجتمع حاضر وماضي فرض يثرب يا حبورة برض طيبة منبع الماضي وحاضرها ثقافة وابتدوا زوارها نقل الحدث صوت وصورة بين بيت الله وأحداث المدينة بالصحافة من هنا مكشت حط القفلة وازداد نورة وبين الفكرة لنا عن ما سواه بلا كلافة فيه شاب الدار وبيوت الشعار فيه معمورة والتراث اللي بنوه وكل شغلات الحرافة اختصار وعلق الماضي فاتت عصورة لجل حاضر لا يكون مما ما يحسب حرافة والشكر كله المكشات والجهود والحضورة جمع اجتمع حاضر وماضي فرض يثرب يا حضور فرض طيبة منبع الماضي وحاضرها ثقافة وابتدوا زوارها نقل الحدث صوت وصورة بين بيت الله وحداث المدينة الصحافة اجتمع حاضر وماضي فرض يثرب يا حضور فرض طيبة منبع الماضي وحاضرها ثقافة وابتدوا زوارها نقل الحدث صوت وصورة بين بيت الله وحداث المدينة فيها وين راح المتحف عطاه قبل العمر شال حق كرب عاد سمو ولا مير شرح على السيارات حياك الله شيء وبيان طبعا عندك الامبالا هذه شفر امبالا موديل 1965 هذه سيارات الوالد وعنده متحف حياكم الله تشوفونه في اي وقت بينما هذا فورد موديل 1966 وهذه سفر كابريس موديل 1976 اعتقد هذه الكل لحق عليها بينما هذه ما لحق عليها الشيبان الله الله صعب وينظر فيني اي لا لجل حاضر لا يكون ملم ما يحسب حرافه والشكر كله المكشات والجهود والحضوره جمعا كل اختلافات الثقافه هذا طلع عمره منتجات خوص من المدينه وخوص من خيبر الشمال الله يطول عمرك استاذ فضلك ما شاء الله هذا منتجات ما شاء الله هذا حق ايش هذا هذه الظاهر حقت وردي باقه وردي ما شاء الله ما شاء الله هذا شغل يدينكم الله يحييك
دايدة البنين بيدخل والخير والبركة. حياكم الله، حياكم الله على سنة التمرة. الله يحييك. على القربة وعلى الدراب وعلى الدلالة اللي لها 50 سنة. الله يطول عمرك. يا رب يسلمكم ويعافيكم يا رب شكل. الله يطول عمرك. قواكم الله ان شاء الله. قواكم الله. تكريم الجهة طبعا الحكومية أمانة منطقة المدينة، الله يعطيهم العافية، حرصوا وكل يوم متواجدين معانا الأخوان الله يعطيهم العافية. ما نبغى نذكر أسماء، نخاف ننسى أسماء، الأستاذ أبو مانع محمد المردف وأيضا الأستاذ باسم الله يعطيه العافية يستلمها بالنيابة، بالنيابة الأستاذ فيصل الحربي يعطيه العافية. تفضل معانا. من هنا من هي الدرج تحية من إدارة بعرض مكشاف. الآن بالنسبة للرعاة، الراعي الرئيسي لهذا المهرجان شاي خدير، سمعوني تحية لشاي خدير يعطيهم العافية. يعطيكم العافية. شاي خدير طبعا من مذاقات الشاي المختلفة تماما، الله يعطيهم العافية على دعمهم لهذا المعرض، ما قصروا. الراعي الرئيسي أيضا لهذا المعرض، معرض مكشاف، قناص الديرة، سمعوني تحية قناص الديرة، تفضل معنا. أبو صقر تفضل. شكرا على دعمكم لهذا المهرجان، يعطيكم العافية، ما قصرتم. الآن الراعي البلاتيني لهذا المهرجان النعمان شاي غمدان، سمعوني تحية له، تفضل معانا. يعطيكم العافية. الراعي الذهبي لهذا المهرجان سيارات ام جي، سمعوني تحية لهم، تفضلوا. يعطيكم العافية وما قصرتم. ايضا الراعي الذهبي القناص الدولية، سمعوني تحية لهم، تفضلوا. أيضا الحطب الذهبي الراعي الذهبي طبعا لهذا المهرجان، تحية لهم، الله يعطيهم العافية، ما قصروا. الآن نبدأ بالشهادات، الشكر والتقدير، شكرا للجميع بدون استثناء. الأستاذ
جمعية غوث، الله يعطيهم العافية، تفضلوا معنا. موجودين سلامة. جمعية غوث يعطيكم العافية. جمعية البيئة، يا ركن البيئة الله يعطيهم العافية بالمدينة المنورة. جمعية ساعد يعطيهم العافية، تفضلوا معنا. تحية لجمعية ساعد، ما قصروا. أيضا المتحف العرفي. المتحف العرفي. مركز جنى. حلويات النابلسي. مركز الوسام. المؤسسة المثالية لتنظيم المعارض. الهلال الأحمر السعودي. نشكر سعادة الأستاذ محمد المردف، طبعا هذه شهادات شكر وتقدير مقدمة من إدارة المهرجان، الأستاذ محمد المردف والأستاذ باسم السراني والأستاذ فيصل عواض الحربي، يستلمها بالنيابة عنهم الأستاذ فيصل، الله يعطيك العافية، الله يبارك فيك، تفضل. الشركات المشاركة في التنظيم: شركة الارتكاز الماسي، شركة شبه الجزيرة، عفوا شبه الصحراء لتجهيز الاحتفالات، شركة شبه الصحراء لتجهيز الاحتفالات، شركة جويلاند للألعاب الترفيهية، شركة جويلاند للألعاب الترفيهية. طبعا السيدات اللي شاركوا معنا في حياة الأجداد، مشاركة تبوك وحايل، طبعا الله يعطيهم العافية على مجهوداتهم، الأستاذة عليا مطيع الجهني والأستاذة صالحة عواض السهلي ومرزوقة عواض كذلك السهلي و نهاية عوض، نهاية عوض البلوي يعطيهم العافية، وهدى عايد الخيبري وكذلك مريم جديع الخيبري ومعتوقة عمر أيوب وريمية شايم الشمري، الله يعطيهم العافية جميعا. صار الحويطي عبير السيد، الأستاذة عبير السيد فن التشكيلة. يعطيكم العافية، ما قصرتم. الأستاذة بلقيس الحسام، الأستاذة بلقيس الحسام، الأستاذة لبنى حللي، الأستاذة هنادي عسيري، الأستاذة أماني مترفة وسارة نور
وهند شقاع يعطيها العافية تستلمها بالنيابة الأستاذة. طيب العافية الأستاذ رايد محمد الحربي تحية. بكر عبيد السحيمي تحية. وين بكر؟ بكر تفضل معانا. الأستاذة هبة صالح الكثيري الأستاذة بشرى محمد الجهني يعطيهم العافية. فريق التسويق قاموا بمجهود كبير تحية لهم. الأستاذة بشرى محمد الجهني. الأستاذة صيتا الحربي خلاص فريق التسويق. الخيالة الأستاذ عاصم الشريف لك العافية عاصم ما قصرت أسعدتنا الله يسعدك ما قصرت طيلة فترة المهرجان. الأستاذ عبد الرحمن الحربي الأستاذ فايز العتيبي يعطيكم العافية. لا لا كبيرة فايز فايز. الأستاذ محمد الشاماني استلمها بالنيابة كل عافية. والأستاذ محمد المغذوي يعطيكم العافية ما قصرتم سعدتونا في ميدان الفروسية ميدان الخيل طيلة فترة المهرجان. الإعلاميين والتواصل الاجتماعي الأستاذ رايد الأحمدي يعطيك العافية رايد ما قصرت يعطيك العافية. الأستاذ ياسر الصاعدي هاشتاج المدينة الأستاذ سعد العوفي الأستاذ سعد بن عيد الحربي الله يعافيك. الأستاذ خالد الرجبي اكتد عني يمكن يخلص ما خلصنا الأستاذ من منصة رياحيل الأستاذ بندر الحمراني سمعوني تحية ما قصرت بندر بيض الله وجهك وجه الجميع الموجودين الله يعطيهم العافية. أيضا الأستاذ عدوان منور الحربي استاذ انا استاذ قول له الاسم الاسم حبيبي
عرف الناس باسمك استاذ فواز. فواز الحربي. ايوه الله يعطيكم العافيه. تواصل اجتماعي وليد حامد، الاستاذ وليد حامد. وين وليد؟ تفضل. تحية. الاستاذ زياد منير الحجيلي، الاستاذ نواف نايف الرشيدي، الاستاذ سمير محلاوي، الأستاذ الأستاذ ماجد مشعل الحربي، الأستاذ محمد الأستاذ محمد أبو زيد، الأستاذ علاء المدينة، سلمة بالنيابة، الأستاذ تركي البلوشي، الأستاذ محمد أبو العلا، الأستاذ محمد أبو العلا، الأستاذ علي الفائز، الأستاذ خالد برباري، الأستاذ غسان مخلوطة، الأستاذ سعود خوجة، الأستاذ الأستاذ المبدع المتألق الجميل الرائع الأستاذ سعيد القحطاني. وين سعيد؟ سعيد القحطاني. الأستاذ الدكتور الدكتورة أميرة رضا علام، أهلا وسهلا. الأستاذة ختمة الحساوي، الأستاذة ندى محمد أمين خوجة، الأستاذة ندى خوجة تفضلي معانا، ندى موجودة؟ ندى موجودة؟ طيب. الأستاذة عيشة إدريس بلاتة، أهلا وسهلا. هذه عيشة. الأستاذة دلع أحمد، الأستاذة دلع أحمد، سعيد. الأستاذ سعيد القحطاني تحية له، يعطيك العافية. الأستاذة دلع أحمد، الأستاذة سلوى الماسي، الأستاذة مهجة نبيل، سعدة الصاعدي، الأستاذة أميرة حمزة نابلسي، الأستاذة أميرة حمزة نابلسي موجود،
الأستاذة سحر بساطي. الأستاذة خلود طارق بساطي. موجودين؟ موجودين؟ الأستاذة نجاة بساطي. الأستاذة روان بساطي. كله بساطي. أصيل سعيد القحطاني. الأستاذ أصيل. الأستاذة ربا سعيد القحطاني. ربا. الأستاذة رويدة دمياطي. الأستاذة أمل الذهبي. الأستاذ هلال بن أحمد الجهني. أستاذ هلال بن أحمد الجهني. الأستاذ أمين حازم أمين. الأستاذ أهلا وسهلا ربا سعيد. أهلا وسهلا. حياك الله. تفضل ربا. أمين هنا. أمين. الأستاذ طلال الزهراني. أستاذ طلال الزهراني. الأستاذ يوسف الزهراني. يوسف الزهراني. الأستاذ يوسف الزهراني. يوسف الزهراني. الأستاذ فهد محمد الكعبي. الأستاذ فهد محمد الكعبي. الأستاذ أيمن بن محمد عرفة. أيمن بن محمد عرفة. حياك الله نورنا يا هلا. الأستاذ عبد الكريم صالح محفوظ عاصم. الأستاذ عبد الكريم. عبد الكريم صالح محفوظ عاصم. الأستاذ عبد اللطيف صالح محفوظ عاصم. والأستاذ راشد حبيب الكل. الأستاذ عدنان لطفي الطرابلسي. الأستاذ عدنان لطفي الطرابلسي. الأستاذ محمد قاسم صحيفة البلاد. تحية. أستاذ محمد قاسم. الأستاذ ماهر الصبحي سناب بدر. هذا قاسم
الأستاذ وليد دخيل الأحمدي. استلم عنا. قاسم أحمد قاسم صحيفة البلاد. الأستاذ وليد دخيل الأحمدي وبشاير صالح انديجاني. فريق التنظيم لهذا المهرجان الله يعطيهم العافية. تحية لهم، تحية 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 فريق التنظيم منظمين ومنظمات، شكرا لكم. راضي حاج محمد. ناجية سامر مكي. ناجية سامر مكي. الأستاذة ريم الأحمدي. الأستاذ حسين أبو القاسم. الأستاذ حسين أبو القاسم. الأستاذ علي الفايز. الأستاذ خالد عبد الرحمن لايف الحنكية. الأستاذ خالد عبد الرحمن. الأستاذ توت المدينة. توت المدينة كذا انتهينا. الأستاذ محمد قاسم غير صحيفة البلاد طبعا. محمد قاسم فريق التنظيم لهذا المهرجان الأستاذ منصور عادل أسحيمي. وين منصور؟ يعمل. متعب نايف الحربي. وين متعب؟ ناصر سعيد الحربي. اهلا يعطيكم العافيه ما قصرتم. هبه صالح مرعي الكثيري. هبه صالح امسك وش العين امسك بس عشان افهم خلص الفهم. بشرى محمد الجهني. هشام عايض الحربي. العمل برضو مراد أحمد السحيمي. تركي علي. فيصل البيضاني المايسترو المتألق معانا يعطيك العافية. الأستاذ ممدوح البيضاني المتألق المبدع يعطيكم العافية ما قصرتم. الأستاذ إبراهيم عبد الرحمن الكندري. الأستاذ إبراهيم عبد الرحمن الكندري. الأستاذ عبد الرحمن أمين الكناني. الأستاذ عادل صادق مهيوب. الأستاذ عبد الرحمن أحمد أوساوي. الأستاذ عفوا
حمودة عبد الكريم أوساوي. يعطيك العافية حمودة. حمودة ما دخلني اليوم مع البوابة ما أعطي العافية. أيضا الأستاذ رايد ناصر جبريل. رايد ناصر جبريل يعمل يعمل. الأستاذ ركان ناصر. الأستاذ أيمن عمر الأوساوي. الأستاذ محمود رابع سليمان. الأستاذ موسى آدم محمد. الأستاذ عمر أبكر محمد. الأستاذ جابر عمر عبد الله. الأستاذ محمود أحمد محمد. يلا يا محمود. محمود الأستاذ محمود سيد رابع. الأستاذ عبد الكريم سليمان عيسى. الأستاذ محمد فضي الرشيدي. الأستاذ سلطان سعود المطيري. الأستاذ حمود بن فيصل السحيمي. الأستاذ حمود بن فيصل حربي. عبد القادر صالح أنديجاني. عبد القادر صالح أنديجاني. عبد الباسط صالح أنديجاني. علي محمد نور. علي محمد نور وليد يوسف الحربي. يوسف سامر مكي. يوسف سامر مكي. رياض عبد الرحمن باوارد. فيصل علي السحيمي. نواف نايف السحيمي. وجبوا على الجمهور شكرا. شكرا لكل المشاركين معانا، شكرا لكل من ساهم في نجاح هذه الفعالية، يعطيكم العافية. عندنا سحب على ذهب بعد شوي على تذاكر الدخول. شكرا لكل الأستاذ المساري والأستاذ أبو أسامة يعطيهم العافية.
هم وراء الجهود المبذولة وراء كل التخطيط والتنظيم. أبو أسامة، أبو أسامة يعطيهم العافية من شركة الهوية. الله يعزك يا راسه وافي حبيبي، الله يعزك يا راسه. والله بشكر ربي لك الحمد صراحة. فريق اللي معنا شغالين تبارك الله، وبالذات لازم انوه بالاسم عبد الوهاب السحيمي ما شاء الله تبارك الله، وليهون اللي ماسك الجوال انت ما شاء الله تبارك الله كذلك دائما متفرد الله يفتح عليك. الصدق انه فعلا ما واجهنا مشاكل فضاء ضغط، في ضغط طبيعي انه فعلا احنا جالسين كل يوم عندنا جديد، كل يوم عندنا مقاطع جديدة، كل يوم عندنا برومات جديدة، ففي ضغط لكن الحمد لله بشكر ان الامور طيبة ربي لك الحمد. الظهور في قناة الاخبارية اظن اول يوم والقناة الاولى. نعم. ما سبب لك إشكالية يعني بحكم إنك في البداية يعني بداية المكشات؟ هو طبيعي صحيح لو كان جديد. ما خفت على الجو. إيه لسه على المعرض لسه ما أصلاً إحنا ما تصورنا المعرض صور حقيقي يعني. فكان به شوي لكن الحمد لله بشك إن اللقاء كان جميل جداً ربي لك الحمد. وثاني يوم مع إذاعة الرياض كان كذلك أجمل ربي لك الحمد. أصلاً افتعينا وعليك يا حبيبي. طيب أبو عاصم صحيح. أبو عاصم أنت مع معرض مكشات من العام. صحيح. كيف تم اختيار يزيد المضرب؟ الله يعزك. بالنسبة للمعرض ما تعرف انت المعرض اللي قايمين عليه الاخوان سواء ابو سامية علي السحيمي او عبد الوهاب، طبعا هذول اخوان اكثر من اخوان، فحنا من قبل تأسيس المعرض من قبل بداية المعرض درسناه سوا مع بعض وخططنا ونفذنا، لذلك الشباب الله يبيض وجيههم اصروا ان يصيب الواجهة وعسى الله يجملنا ويجسرنا بالستر يا رب. تستاهل الله يعزك يا بعد عاصم. ابو عاصم سم اختيارك العمل خارج منطقة الجوف يعتبر محفز لك او واجهت اشكاليات يعني في البدايه؟ بالعكس، وشوف الانسان اول شيء وين يجد نفسه وين يلقى البيئه المناسبه يشتغل ما له شغل يعني، صح انه دافع هذا لا شك ان الانسان كونه يمثل ترى هذا والله حمل كبير ان الانسان يمثل ديرته ويمثل ربعه ويمثل جماعته فعلا، وهذه من الرسائل تجيني بالخاص الثناء على هالجانب هذا بالذات كان بالنسبه لي حساس لانه انت تمثل الناس اللي وراك فهذا والله شرف كبير يعني الله عزوجل. تعتبر عمل استثنائي؟ فعلا استثنائي وله الاخير ان شاء الله باذن الله حول له قوه. كسبت علاقات في المدينه ما يحتاج كثيرة. المدينه هنا لو على كيفي ما مشيت والله من هنا يا شيطان. الله يعطيك الله يعزك يا حبيبي. وعاصم سم اليوم اخر يوم في معرض محشات صحيح،
كيف الوداعية بالنسبة لفريق العمل أو للمنظمين؟ أنا ما بقول لا فريق العمل ولا المنظمين، أقول المدينة وأهل المدينة بصراحة، أنه شيء ما شو نوصفه. السنة الماضية يوم طلعت مع من المعرض كانت بالنسبة لي مؤلمة جدا بصراحة الطلعة، حتى أذكر كتبت أبيات وقتها كنت أقول والله فلا زاول شيء في حياتي، كثر الفراق وكثر دمع المواليف، الوقت أسقاني صنوف العناتي ولقيته هن حد من ضربت السلف، بهني كمامات من أمنياتي ومنهن دموع الحزن دايم ذواريف، إلى آخر الأبيات. الله 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 يعزك يا بعد راس. الله يعطيك العافية، ومن المكاسب الكبيرة جدا اللي صراحة استفدت منها أنا شخصيا. والله أنت المكسب أبو هشام، الله يبين وجهك وافي ومجمل، ولا نلحق جزاكم بعد، الله يبين وجهك. الله يوفقك إن شاء الله. أهني المدينة عليك والله، وأهل المدينة ومتابعينك خاص. الله شكرا يوفقك يا بعد راس. الله يعزك يا حبيبي.